فرسامة، حدثنا عن بدايتك، يعني شنو كانت بدايتك حياتيا؟ يعني وين نشأت؟ سنواتك الأولى؟ الوالد رحمة الله عليه كان منتدب من البحرين للعمل في وزارة النفط في الإمارات، فأنا دخلت يعني الجزء الأول من المدارس الابتدائية في أبوظبي في الستينات السبعينات، كان في جزء منها في بريطانيا لفترة سنة واحدة كجزء من عمل الوالد، رحنا معاه. ثم في منتصف السبعينات رجعنا إلى البحرين بعد أن انتهى انتدابه، ودخلت فترة قصيرة في مدرسة الحد الابتدائية، وبعدين إلى مدينة عيسى تكملت الابتدائي والإعدادي والثانوي. ففي البداية كان فيها شوية تنقل. يعني أنت في البداية كانت في أبوظبي؟ أنا إيه طبعاً مواليد البحرين، بحريني يا بن عن جد، ولكن في الستينات الوالد تم انتدابه هناك، فدخلت أول المدارس، أول الابتدائي كان في أبوظبي. كم عدد أفراد الأسرة؟ كم أخو؟ كم أخت كنتوا؟ إحنا خمسة، أربعة إخوان وأخت واحدة. ترتيبك بين؟ أنا الأول. وشلون كان حياتك في أبوظبي في البداية؟ والله أنا أتذكرها بدقة، يعني أنا برغم أن الحياة كانت يعني متوفر فيها كل شيء الحمد لله، ولكن أنا كنت أفتقد العائلة الكبيرة، لأن إحنا من منطقة كانت الآن تسمى مدينة الحد، كانت قرية صغيرة في ذلك الوقت، فجو القرية، جو البيوت الكبيرة اللي فيها الأجداد والأعمام وكذا، الانتقال منها أن تكون شخص وكوني الأول، ما معي أطفال، ما معي كذا، ما كان شيء سهل في البداية، بس يعني الحمد لله عدت على حوالي الرابع ابتدائي رجعنا إلى البحرين. بس أنا أتذكر أن كنت أحن كثيرا هناك إلى جو الأسرة الممتدة، الأعمام والأجداد والمنطقة اللي الواحد كان لها فيها حياة. وكيف كانت الحياة في بريطانيا عند طفولتك؟ لا، هي كانت فترة سنة واحدة، انتقلنا مع الوالد هناك ودخلت مدارس هناك لمدة سنة واحدة. كانت مدارس عربية أو إنجليزية؟ لا، إنجليزي طبعا. دخلت مدرسة عادية أنا يعني هناك، كان شيء مختلف، كان شيء نظام البريطاني، يعني أساس الاعتماد على النفس، أساس أنك أنت ما حد يسوي لك شيء، فهذه كانت ورغم أنها فترة قصيرة لكن كان لها تأثير وغيرت شوي من طريقة توقعاتي. لما تدخل هناك وانت في ثاني ابتدائي أو ثالث ابتدائي ثم ترجع إلى التعليم في السبعينات عندنا، طبعا كان في تباين، فمستوى التوقعات شوي كان بالنسبة لي مختلف، يعني إلى أن تأقلمت مع الجو في المدارس العادية. يعني كان في نقدر نقول فارق، يعني إن هناك الدراسة كانت أفضل؟ لا، هي مو قصة أفضل أو أسوأ، يعني إحنا دراسة التعليم في البحرين قديم وقوي ما شاء الله، لكن هو الأسلوب، المناهج، كان أسلوب التعليم، أسلوب تعليم الطفل، إنه هو لازم كان يعتمد يعني على نفسه. يعني بعطيك أبسط مثال، أنا كان عمري لا يتجاوز الست سنوات في أو سبع سنوات بالكثير في دولة أوروبية للمرة الأولى، وكانت المدرسة تشجع الوالد والوالدة رحمهم الله إن لا تأتون به إلى المدرسة، وين هو ساكن خلي يأتي مشي، خلي يأتي بروحه، المنطقة أمان، خلي يأتي، لا يتعود أنك ماسك من إيده وجايبه فلما أقول لك التعليم الاعتمادية زين، كانت شوي مختلفة يعني في ذاك الزمن وعندهم، بس للأمانة يعني هو كان اختلاف في طريقة التعاطي مع التعليم، والواحد الحمد لله تأقلم فيه ومشى. مساواة الاجتماعية كانت بصورة ما تتخيلها، يعني كان عندك
تلاقي الموظف الحكومي ساكن وقباله سائق التاكسي، وعلى يمينه صاحب عمل حر أو صاحب كذا، وكل بيوتهم نفس الشيء، وأولادهم يروحون إلى نفس المدارس، وكل يوم الصبح صباح الخير يا جار. الوضع كان مختلف في طريقته. أنا أرى، لأن إحنا يعني انتقلنا للعيش في مدينة عيسى في سنة 76، فكانت المدينة عمرها 7 سنوات كلها، يعني كانت للحين في بداياته، وإحنا كنا انتقلنا في المناطق اللي في الوسط، يعني مو باللي مثل الحين على الأطراف، لأن امتدت وكبرت ما شاء الله. فمدينة عيسى كانت في رأيي شيء يعني أعطى البحرين نظرية جميلة جدا في يعني إحنا بلد صغيرة ما نستحمل موضوع المناطقية، واللي يصر إنه يكون في منطقته في الأخير ما بيلاقي في منطقته. مو بس كذي، يعني حتى اللي ما صارت، حتى اللي ما صارت، اللي الناس اللي تأتي من 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 مناطق أو قرى في البحرين تعودوا وربوا فيها، إذا كل واحد بيسكن في نفس المكان ما بتلاقي، بتضيق في النهاية. فأنا يعني فعلا أعتقد أن النظرية التي طبقت في مدينة عيسى في ذلك الوقت، أن المدينة بنيت فيها كل المدارس اللي تحتاجها والمراكز الصحية، تتذكر كان فيها المسرح، كان في مسرح والاستاد الوطني قبل، مو الاستاد الوطني يعني الآن استاد مدينة عيسى، ما كان في استاد قبله، يعني قبل بناء الاستاد الوطني، وكانت فيها مكتبة عامة، فيها شيء جميل. وأعتقد أن خرجت أجيال فعلا يعني متجانسة من البحرينيين. أنا درست في القاهرة هندسة ميكانيكية. يعني لماذا القاهرة ولماذا هذا التخصص؟ شوف يعني إحنا أيامنا بعد ما كان في الاختيارات الكثيرة اللي موجودة عند الأجيال هذه. أنت درست ثانوي فيزياء رياضيات بدش هندسة، درست كيمياء أحياء إذا علاماتك طبعاً تسمح بدش طب بدش كذا، درست أدبي بتدخل. فما كان فيها تفكير، يعني الواحد ما كان يعني يفكر كثيراً في شنو التخصصات الفرعية اللي الحين موجودة عند الناس. في نفس الوقت بعد ما كان في خيارات داخل البحرين كثيرة، بس يعني كان طبيعي، انت دارس ثانوي فيزياء رياضيات علاماتك تسمح تروح هندسة، صارت هذه. وان يعني انا ما اشتغلت كمهندس، انا ما كان عندي خيارات، يعني انا فعلا كنت افكر في اكتب بهندسة الطيران والاشياء هذه اللي كان ذاك الوقت الواحد تعرف يحس انها هي يعني كشاب وشي، لكن طلعت والحمد لله. أنا اشتغلت في بلكسيكو، شركة سحب الألمنيوم. كيف كانت التجربة؟ والله كانت تجربة جميلة، لأن احنا كنا في بلكسيكو في ذلك الوقت يعني كانت الشركة أول شركة سحب ألمنيوم في الخليج، وكانت لها سمعة ممتازة، وأنا دخلت في قسم المبيعات والتسويق، وكنت مسؤول عن سوق المنطقة الشرقية والسوق القطري. فمن أول وظيفة اشتغلتها كنت يعني أروح رحلات عمل، أسافر لأغراض العمل. طبعا تتكلم سافر كان تركب السيارة وتعبر الجسر، ولكن بالنسبة لي كان هذا شيء يعني يعتبر شيء كبير، وايد فتح لي، فهمني السوق شلون يمشي، فهمني الاقتصاد شلون يمشي. تعاملت مع ورش ألمنيوم صغيرة، وتعاملت مع مشاريع كبرى في هذه البلدان على أساس أن احنا كنا نورد لها الألمنيوم، كان شيء جميل. واشتغلت معهم حوالي سنتين ونص كذي أو 3 سنوات، سنتين ونص. بعدها جذبني السوق السعودي،
لأني كنت مسؤول عن السوق السعودي، وكنت أشوف أن السوق السعودي كان سوق كبير في ذلك الوقت. أنا كنت مسؤول عن المنطقة الشرقية، فكنت أروح لها أسبوعياً. في ذلك الوقت في بداية التسعينات كان في طفرة عمرانية في المنطقة الشرقية، كل اللي أنت تشوفه في المنطقة الشرقية بدأ يتحرك في سنة 91-92. فبعض العملاء اللي كنت أتعامل معهم وأنا في بلكسيكو عرضوا علي أن أنا أنضم لهم. أحد الشركات قالت ليش ما تأتي وتطور لنا الشغل ونحتاج كذا، فشفتها فرصة. وكنت طبعا شاب وعازب وما يفرق عندي المغامرات أن أنا أجرب شيء جديد، فتركت بلكسيكو وانضميت لهم كمدير التجاري في أحد الشركات في الدمام الصناعية، وعملت معهم فترة إلى أن حوالي سنة وشيء. بس ما كنت عايش في السعودية، كنت كل يوم أعبر الجسر رايح راجع. طبعا ذاك الوقت كان يعني عدد السيارات أقل، فكانت ولكن كنت أسوق في حدود دون سياقة الشغل، بس الدرب كان حوالي 220 كيلو كل يوم. فعقب سنة سنة وشيء ابتديت أتعب، يعني خلاص ما انك ما تقدر تسويها. فأخذت قرار اني انا ارجع البحرين وابحث عن عمل في البحرين. في ذلك الوقت كان في صعوبة انك تلاقي عمل في البحرين. لا اتكلم في حوالي 94، كان في صعوبة انك تلاقي عمل في البحرين. حاولت ما كنت، ما لقيت شركة تأمين أجنبية توظف بالكوميشن بس، ما في راتب. فأنا اشتغلت سيلز تأمين بالكوميشن، وكان يعني شيء صعب جدا، لكن يعلمك انك انت يعني ما تتحرك ما في مدخول، ما بتتصرف ما في راتب، ما بتجيب شغل ما في فلوس، ما في انك تقعد وتنتظر راتبك. ف علمتني ان انا يعني اتخلى قليلا عن تحفظي، اتخلى قليلا عن إحساسي أن أنا ما بكلم شخص ما أعرفه، أحاول أقنعه بشيء، ونجحت فيها الحمد لله. يعني أنا للأمانة ما كنت يعني أقدر أقول لك أن أنا كنت مرتاح، ولكن لم أفشل فيها، بالعكس يعني كان دخلي في ذلك الوقت ممتاز جدا بمقاييس يعني السنوات هذه. في سنة 95 وأنا في هذه الوظيفة قرأت إعلان في الجريدة أن هناك وظيفة حكومية معروضة. لا، كانت هذه سلمك الله إعلان باللغة الإنجليزية في شيء اسمه مجلس البحرين للترويج والتسويق. مجلس البحرين للترويج والتسويق في ذلك الوقت كان يتبع وزارة التجارة، وهو اللي الآن نسميه مجلس التنمية الاقتصادية، تحول إلى مجلس التنمية الاقتصادية. فكان في إعلان لمسؤول تسويق، وأنا مو تخصص تسويق، إنزين لا، ومو قصة كذي، حتى خبرتي في ما يسمى تطوير الأعمال business development أو مبيعات مثل ما تفضلت، تسويق اللي هو إعلانات وما إعلانات وكذا ما كان عندي خبرة فيها. لكن قلت سويت السي في وحطيته في ظرف، حطيت عليه طابع بريد وبعثته. اتصلوا فيني، كان الرئيس التنفيذي أجنبي، اتصلوا فيني قالوا عندك موعد مع الرئيس التنفيذي. الرئيس التنفيذي مرة واحدة يعني ما في تدرج في الموضوع. رحت إلى هناك قابلته، قال لي ليش قدمت حق الوظيفة التسويق؟ قلت له أنا مو تخصص تسويق ولا شغلي ولا كذا. قال ليش قدمت؟ قلت له أن في بعض الأحيان الناس تخلط ما بين الوظيفتين.
قعدت معاه ساعة، عقبها قال لي أنا عندي وظيفة أخرى لمسؤول تطوير الأعمال اللي هو البزنس ديفلوبمنت، ما أعلنت عنها، ما راح أعلن عنها وبوظفك. فدخلت مجلس البحرين للترويج والتسويق في شهر، في 1 سبتمبر 1995، وكنت تقريبا الموظف الإداري، يعني الموظف التنفيذي رقم 4، كان في بداياته كلش. وهذه كانت أحد أهم تجارب حياتي العملية. شوف، أول شيء أن أنا كنت الموظف الأول في هذه الدور، يعني ما في موظف قبلي يقول لي تعال خلنا أقول لك شلون نسوي الشغل، ما في إجراء. كان هاي كان مجلس الترويج والتسويق كان لس جديد منشأ، فما كان في أحد يعلمك، هذه أول شيء. ثاني شيء، ما كان في منطقتنا ولا في يعني ذاك الوقت طبعا ما كان في إنترنت، ما كان في هاي إنك تقدر تسوي ريسيرش تتعلم من الآخرين، فكانت فيها كثير من العصف الذهني، قاعدين نفكر شلون بنروج للبلد اقتصاديا، وتجارب نجرب بعضها ينجح ونطوره بعضها ما ينجح. ففي البداية بدأنا نتحرك على أساس أنه بس يكون عندنا جواب موحد لكل سؤال. يعني أنت في ذلك الوقت لو كنت شخص مستثمر أجنبي وبتيجي البحرين وبتسأل أنا شنو يحق لي وشلون أقدر أشتغل، تسأل هذا الشخص يعطيك جواب، تسأل شخص آخر يعطيك جواب آخر، لأنه ما في شخص مختص، لأن احنا كنا مختصين بدأنا بهذه. فأتذكر أن أنا اشتغلت على أول دليل للاستثمار في البحرين، وسويناه بطريقة أن احنا خاطبنا كل الجهات، تعال جاوب على هذه الأسئلة يا وزارة الصناعة، جاوب على الأسئلة يا وزارة الكهرباء، جاوب على كذا. وضعناها في كتاب كان الأول من نوعه، يجدد سنويا إذا في عليه تغيير، إذا صار تغيير في القوانين وكذا. ثم رأت الإدارة أن يكون أن احنا نبي نجتذب التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا، وكان في ذلك الوقت طبعا الهند هي اللي طالعة بقوة في عملية البرمجة وكذا. فكلفوني أن نفتح أول مكتب تمثيلي للمجلس في الهند، ففتحناه في مدينة بنغلور اللي هي كانت معقل شركات تقنية المعلومات في الهند، وابتدينا وظفنا ناس هناك. فلمدة حوالي 4 أو 5 سنوات اللي تلت هذا الموضوع كنت أروح الهند بمعدل 10 مرات في السنة. طبعا نجح مكتبنا في الهند، ونجاحه كان أساسه إحنا تعلمنا شلون نسوي هذا الأمر، شلون نقلناه بعدين إلى مدينة مومباي لكي ما يركز على تقنية الأعمال. فتحنا مكاتب أخرى، فتحنا في فرنسا، وفتحنا في ألمانيا، وفتحنا في دول أخرى. وأنا ترقيت و كبرت في مجلس التنمية، يعني مجلس الترويج والتسويق، حتى أصبح مجلس التنمية الاقتصادية في 1 يناير 2001، وانتقلت تبعيته في تلك السنة من وزارة التجارة إلى مجلس الوزراء، وظليت أشتغل فيه لغاية مارس 2002. شاركت في وفود سابقة برئاسة الله يذكره بالخير سعادة الأستاذ عبد النبي الشعلة، في اللي لما كان وزير العمل. فكان يكون في البحرين مشاركات في مؤتمرات وكذا، وكنا إن إحنا المسؤولين عن الترويج للبلد، فكان يطلب إن يرشح أحد. أول مرة كان في سنة 1996، ورشحت ان انا اروح معه، كان مؤتمر في القاهرة ورحت معه. بعدها قام يطلبني بالاسم، يعني تقدر تقول ارتاح لي او توافقنا جمنا
ابتدى يطلبني بالاسم، فسافرت معاه في كثير من الوفود. في فبراير 2002 اتصلوا فيني مكتبه، قالوا لي سعارة الوزير يبي يقابلك، مش ساعه المباركه، ركبت سياره رحت له. قال لي عندي مدير اداره العمل بيتقاعد وانا بغيتك انت، فقال لي ابيك. قلت له ابو مشعل انا اتشرف بس انا لا افقه شيء في هذا المجال. قال انا هذا اللي ابي. قلت له ليش؟ قال انا ابي واحد يشوف بنظره جديده، لو ابي واحد ينفذ الاجراء اللي كان ماشي من قبل باخذ واحد من اللي داخل الاداره، انا ابي واحد بنظره جديده. قلت له يعني ابي اعرف شيء عن هذا الموضوع. قال لي شوف، مدير الإدارة بيطلع إجازة شهر ثم سيتقاعد، وأنا ما أقدر أعينك إلا لما يطلع على التقاعد، وهو في حالة إجازة ما زال ماسك المنصب، لكن مكتبه فاضي وهو مو موجود. إيش رأيك وقت ما وقتك يسمح تمر تقعد في مكتبه، تشوف الأشياء، تجتمع مع الموظفين؟ ما في حد يعطى هذه الفرصة أنه يجرب الوظيفة قبل لا يأخذها. عادة الموظف هو اللي يدخل تجربة، مو الوظيفة اللي تدخل تجربة. فقلت له جزاك الله خير. فبالتنسيق طبعا مع الإدارة هناك قمت آتي كم ساعة في اليوم أقعد في مكتب مدير إدارة العمل. لما خلصت مدة الإجازة رحت له، ناداني أبو مشعل، قال لي ها موافق؟ قلت له أنا موافق. قال لي اصبر شوي. قام وطلب من مكتبي يستدعون الوكيل والوكيل المساعد، رحمة الله عليهم، هما الاثنين الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الخليفة وصادق عبد الكريم الشهابي، اللي هو بيكونون رؤسائي. أنا كمدير العمل أتبع صادق الشهابي اللي هو يتبع. قعدهم أمامي قال بسألك مرة ثانية، أنت جربت الوظيفة شهر موافق؟ قلت له موافق. قال شاهدين. ليش يا ابو مشعل؟ اللي يقول هذه اصعب وظيفه عندي في الوزاره، ما بيك تقول ان احنا يعني ما اعطيناك فرصه انك تجربها ونبي. قلت له ان شاء الله. وبالفعل صدر قرار تعييني في الوزاره، في وزاره العمل، في مارس 2002، واستمريت فيها لغاية سبتمبر 2005. اتخذ القرار في ذلك الوقت أن تكون هذه الوظائف للعاطلين فقط، مثل ما تفضلت، هاي 400 وظيفة حكومية فجأة للعاطلين. شنو اللي صار؟ تقدم لدينا 10,000 مواطن على الأقل، كان التسجيل في وزارة العمل، تقدم 10,000 مواطن. ما كانت المشكلة أن عندك 10,000 عاطل، كانت المشكلة أن غالبيتهم كان لديهم وظائف في القطاع الخاص واستقالوا منها علشان يحق لهم التقدم لوظيفة ناطور في مدرسة. نتيجة اللي عقبها شنهو؟ بتاخذ 4 من 10,000، يعني تاخذ 400 من 10,000، يعني 4%، 96% سوف لن تركوا وظائفهم. نمشي خطوة اللي عقبها، كانت في شركات بحرينية موظفة مواطن بحريني وملتزمة بالبحرنة، جاءت إلينا، وأنا كنت لما أكون مدير العمل أنا عندي العاطلين وعندي تصاريح العمل للأجانب، عندي الاثنين. فتأتيني الشركة تقول يا أخي هاك قوائمنا تقول إن احنا ملتزمين بالبحرنة، صار لنا 5 سنوات 10 سنوات، في يوم واحد استقالوا من عندي نص البحرينيين، صرت مخالف للبحرنة، الحين أنا في حاجة إلى تصاريح عمل أجانب، وانت تقول لي إن البحرنة عندي نازلة، وأنا أقول لك هات البحرينيين. طبعا في ذلك الوقت ولا واحد كان مستعد أنه هو من العاطلين أنه يروح يشتغل في شركة، هم كلهم ينتظرون
وظيفة الناطور. إنزين، فأنت أمام معضلة أن هذه الشركة تاريخها يثبت أن هي ملتزمة بتوظيف البحرينيين، وهي ما جاءتك إلا مضطرة بناء على قرار أنت أخذته، فتضطر تخفض نسبة البحرنة لأن هي مو لأن ما في بحريني بيشتغل عندها. لأن كلهم يبون ناطور. فهني جئنا إلى المعضلة، إحنا لدينا كلام في وقته شكل حلو، هذه الوظائف للعاطلين جملة حلوة زين، لكن طريقة تفكير الشخص العادي، طريقة اللي هو يرى أن أنا أشتغل طاقة حاصلة للحكومة أضمن، وقد أكون في القطاع الخاص أشتغل في وظيفة فيها تطور، الناطور بيتم ناطور ولكن الحكومة أضمن، وبالتالي استقال الآلاف من القطاع الخاص علشان هذه الوظائف. فأحيانا الواحد، هاي تجربة، في عندي لك تجارب أكثر، يعني مرينا بتجارب هذه الكم سنة اللي هناك زين، لأن كانت مرحلة حراك اجتماعي وسياسي في البحرين وتغير على الساحة، وأنا كنت موجود قبل هذا الحراك بكم شهر ورأيت من البداية. أنا ما أقول لك هل القرار صح ولا القرار غلط، لأن الأعمال وبالنيات. لما أنا أي وأقول والله أنا هذه للبحرين العاطل، نيتي سليمة زين، ما حد يختلف عن، لكن النتيجة إن ما اللي يشتغل ما قال أنا مكتفي الحمد لله عندي وظيفة، استقال وجاء. صدر قرار بمئة بالمئة سواقين الشاحنات الثقيلة بحرينيين، 100%. زين، وكان في ذلك الوقت الحد الأدنى لسن سائق الشاحنة الثقيلة كان 25، وفجأة ما كان في عدد كافي ولا في متقدمين. إنزين، يلا سريع سريع دربهم، وفي فترة بسيطة هاي قاعد شايل 40 طن يسوقها بدون خبرة، عملية إحلال بدون خبرة. صارت حوادث، وأتذكر أحدها حادث وايد كان أليم على دوار دوار اللي هو نسميه دوار مرحبة مدينة عيسى، مو بدوار البوابة، دوار سلمباد حاليا، اي اللي هو إشارة سلمباد حاليا. صارت هني انقلب تيلر على سيارة، وصار يعني فيها إصابات وفيات والله أعلم، ما أتذكر. نزلناها ل50%، المشكلة، وبعدين نزلت أكثر من ذلك. المشكلة مو في القرار، وأنا مع القرار، المشكلة أنك توصل لهذا القرار لازم تكون درست اللي موجود، أعمارهم، خبرتهم في السواقة، استعدادهم. يعني مو معقول تطلع قرار أنت ما عندك العدد الكافي والمؤهل. بس احنا في ذلك الوقت كنا مثل ما أقول لك نتعامل مع متغيرات، بمعنى أنا كان عندي في وزارة العمل اعتصام أسبوعي للعاطلين كل يوم ثلاثاء، يأتون يعتصمون في الساحة أمامنا. بالضبط، فهذه كان يشكل ضغط. فلا تستغرب أن يطلع قرار أن خصص هذه المهنة، أو يطلع قرار ويكون يعني القرار، نقدر نقول أن هناك بعض القرارات اللي كانت نتيجة ضغط الشارع. لا، هي قرارات محتاجة كانت أن تؤخذ، لأن الوضع ما كان صح زين، لأن كان في سؤال بسيط بقول لك بعد من سأله، كان في سؤال بسيط، كيف أنا في ذلك الوقت زين عندي 300-400 ألف أجنبي يعملون في البحرين، و3-4 آلاف عاطل مو قادر أوظفهم. ولليوم هذا السؤال موجود. هذا السؤال سأله صاحب السمو ولي العهد في العام 2004 وأنا هناك.
سأل هذا السؤال ووجه بأن تشكل لجنة ونستعين باستشاري أجنبي أن يأتي ويشوف ليش وين الخلل، وطلب من الدكتور مجيد العلوي يرشح له أحد، فالدكتور مجيد رشحني فصرت أنا عضو في هذه اللجنة اللي سوي الدراسة، والشركة طبعا شركة ماكنزي مشهورة. فماكنزي سوت دراسة أولية في نهاية 2003، وبعدين سوت الدراسة الكبيرة هذه في 2004، وهي اللي كانت بداية مشروع إصلاح سوق العمل. هيئة تنظيم سوق العمل أحد أدوات مشروع إصلاح سوق العمل. وهني الفرق، فأنا كنت في اللجنة هذه، لجنة إدارة الدراسة، وعملت مع الشركة، وكانت طبعا الدراسة المسؤول عنها هو مجلس التنمية الاقتصادية بيتي القديم، ومشيت معاهم حلو في هذه الفترة 2004-2005. في بداية 2005 كنا بدأنا يتبلور لدينا المشروع، وكنت في ذلك الوقت خلاص كنا بندخل على عملية بنكتب قانون، بندخل على مجلس النواب تغيير القوانين، إنشاء الهيئة، إنشاء صندوق العمل اللي هو تمكين، وكثير من الأشياء. طبعا كان في لغط، تذكر في ذلك الوقت لغط كبير على الموضوع. ففي ذلك الوقت كنت أداوم في وزارة العمل للساعة 2، ثم أركب سيارتي وأروح مجلس التنمية الاقتصادية في منطقة السيف هني، وأبتدي دوام جديد من الساعة 2:30 للساعة 9 في الليل يوميا، لأن خلاص المشروع دخل إلى على أغسطس 2005 كان من الصعب جدا ان انا اواصل، كانوا يبحثون عني ما يلاقوني لان انا في وزارة العمل والمشروع محتاجني. فصدر التوجيه ان انا انتقل الى مجلس التنمية الاقتصادية مرة اخرى لاكون مسؤول عن هذا المشروع. ففي 1 سبتمبر 2005 بعد 10 سنوات بالضبط على دخولي مجلس التنمية الاقتصادية لاول مرة، دخلت 1 سبتمبر 1995، ودخلت مرة ثانية في 1 سبتمبر 2005. دخلت بصفة نائب الرئيس التنفيذي مسؤول عن مشروع إصلاح سوق العمل، وبدأنا مشوار جديد في ذلك الوقت. كان المشوار طبعا في كثير من النقاشات المجتمعية، الكلام مع التجار، الكلام مع الجمعيات، الكلام مع سواء الجمعيات السياسية أو الجمعيات المهنية، وسائل الإعلام، وثم دخلنا المشروع على مجلس النواب، وكان فيه جلسات مطولة مع مجلس النواب، إلى أن صدر القانون في شهر 6 سنة 2006، وهو القانون رقم 19 لسنة 2006، قانون إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، واسمه قانون إصلاح سوق العمل، وصدر عقبه بأسبوعين ثلاثة قانون تمكين إنشاء هيئة صندوق العمل تمكين. صدر القانونين هذيلا في يعني كما تمنيناهم، بس بعد جهد جهيد طبعا، في منتصف العام 2006. أنا دخلت هيئة تنظيم سوق العمل في 20، أو صدر يعني تعييني، مرسوم تعييني في 20 من شهر 6 2011، ودخلت، ويجب أني أنا أقول الحق والأمانة، أجهزة الهيئة كانت على أحسن مستوى. أنا ما أتكلم عن الأجهزة الإلكترونية، أتكلم إدارات وهيكليات كانت على أحسن، لأن أنا كنت مسوي هيكليات، أنا مفصص
نظام الإلكتروني للهيئة أنا كنت اللي مصممه قبل لا أطلع طبعا وكثير. فأنا لما رحت عارف عما أبحث، وللأمانة ورحمة الله على الزميل الخلوق علي رضي الله يغفر له سوى اللي عليه. أنا جئت في فترة غريبة شوي من التوقيت، كان المهم عندي أني أنا أشتغل فقط على تعديل واستعداد لتنفيذ. يعني أنت كان أمامنا رحلة وما كانت بتكون الرحلة سهلة، ففي البداية قبل لا أنت تطلع رحلة شو تسوي؟ تستعد تتأكد ما تطلع رحلة بالسيارة، تتأكد سيارتك ميكانيكيتها توايرها كل شيء فيها تمام، عندك ما يكفي بترولك أوكي. فأخذت الفترة الأولى لتعديل جهوزية الهيئة، طبعا التوقيت بعد في ذلك الوقت ما كان في يحتمل تغييرات جذرية، وجهزناها جربنا أنظمتها طورنا شوي فيها، أخذ الموضوع حوالي 3 سنوات. أنا كنت على اطلاع ومؤمن بفلسفة إصلاح سوق العمل. أنا أعلم لماذا بدأنا في هذا الموضوع، لماذا سوينا الدراسة. الدراسة نفسها ومخرجاتها وتوصياتها ما كانت هذه اللي طالعة من ماكنزي، هو اللي أنت رأيته. الجانب البحريني كان قوي فيها، وإحنا غيرنا كثير من المقترحات والمفاهيم زين كان فيها ناس يعني كانوا وما زالوا بعضهم من البحرين ناس قمة في فهم مجالهم. فأنا كنت مؤمن بالهدف من إصلاح سوق العمل، أعرف ما هو الهدف. أنت اليوم إذا هدفك أنك تطلع من منطقة السيف وتروح مثلا إلى المطار، عندك 5 طرق تقدر تأخذها. لو طريق انسد بتأخذ طريق آخر، لو طريق، إذا أنت عارف هدفك الطريق مو مهم. حتى لو ركبت طرادة هني من ساحل كرباباد وطلعت سيدة على ساحل قلالي، الهدف كان واضح عندي وما هو مطلوب منه. فأنت تنفذ بقدر ما كان الظروف المحيطة لك تسمح لك وتواصل. أنا أعتقد أن في أمور معينة استطعنا أن نثبتها. مثل فأنت عندك أمور أحياناً الواحد كلها تأثير كبير وتمر على الناس بصورة عادية. إنزين يعني أعطيك على سبيل المثال، في 2014 أخذنا كما نص القانون من وزارة العمل مسؤولية تنظيم مكاتب التوظيف ومسؤولية إصدار خدم المنازل. يعني هذيل كانوا برغم أنهما من مسؤوليات الهيئة إلا أنهما لم ينتقلوا وظلوا مع الوزارة. فلما انتقلوا، الانتقال ذي في حد ذاته يعني أنك يجب أن تسأل كل سؤال. فعلى سبيل المثال جينا على مكاتب التوظيف، مكاتب الأيدي العاملة اللي تجيب خدم للمواطن، وقلنا علشان يطلع لك الترخيص لازم تحط 10,000 دينار ضمان عند الهيئة، وتكون عالم أن إذا في مواطن لحق دافع فلوس عشان تجيب له وصار في خلاف بنعطيه من مبلغ الضمان. إنزين ماذا، كيف أثرت هذه على السوق من 2014 إلى الحين؟ تأثير كبير جدا. ولك أن تسأل أي واحد لجأ إلى الهيئة وقال لهم والله أنا جبت خدامة وفي فترة الضمان ورجعتها وما جاء عطاني فلوسي، تطلع الفلوس في ظرف.
خلينا نكون واقعيين يعني هذا الجانب الايجابي. نعم. ما كان له جانب سلبي. شنو الجانب السلبي؟ كلفة الاستخدام. كلفة الاستخدام، الاستخدام ما طلعت لسبب اخر. شوف انا بقول لك كلفة الاستخدام ككلفة طلعت لأسباب عندي استعداد أشرحها لك بالتفصيل، ولكن لم تكن هذه سبب ارتفاع. ليش؟ لأن إحنا لأول مرة في 30 سنة لما جاءت إلينا قمنا نصدر تصريح تراخيص مكتب أيدي عاملة لأي شخص تتوفر فيه المواصفات شروط. زادت المنافسة في أول سنة، أصدرنا أكثر من 60 مكتب، ثم واصلنا نصدر في حدود 30 إلى 40 مكتب كل سنة، وكان بعضهم يغلق. ما أقول لك منافسة عادلة. الفترة اللي قبلها ما كان يصدر مكاتب أيدي عاملة، فكان السوق الأعداد اللي فيه قليلة والأسعار عالية. فإحنا فتحنا الباب في ذلك الوقت، وأقول لك أول سنة أكثر من 60 مكتب زين فتحوا علشان تصير في منافسة فيما يتعلق بالأسعار. ولكن أسعار مكاتب، أسعار استخدام الأيدي العاملة المنزلية فيها طرفين، فيها البلد المرسل وفيها البلد المستقبل. وإنت لما تدفع الفلوس لهذا المكتب جزء منها يروح للبلد المرسل. فأنا قمت خلال وظيفتي بمحاولة حلحلة هذا الأمر وزيارة البلدان اللي تأتي منها العمالة بصورة المنزلية بصورة كبيرة، بالذات الدول اللي لديها تنظيم مثل الفلبين ومثل أندونيسيا وغيرها. رحت لهم في محاولة للتعرف على شنو الأسباب، وأنا شفت أمور يعني بعضها يقال وما عندي مانع أقوله، وبعضها رأفة رأفة بالقارئ أو المشاهد ما أقدر أقوله. تخيل، مو لأن فيها سر، لأن يعني تعور القلب للإنسانية. بس عندي استعداد إذا تريد. أنت أقصى اللي أنت تقدر تسويه، ما يتاح لك اليوم من حسب القانون. بمعنى أنت لما رحت لمكتب هذه معاملة تجارية، عرفت قصدي؟ هو عرض عليك شروط وانت قلت شنو الشروط اللي تبيها، واتفقت على مبلغ، وقعت عقد، مثلها مثل لما تروح تشتري سيارة. وطبعا هي ليست، هي بني آدم، أنت لم تشتري البني آدم، أنت شريت الخدمة من المكتب. فأتشوف عشان الواحد ما يقع في الخطأ، أنت شريت خدمة الوساطة من المكتب. فالمكتب في القانون هو وسيط. يعني أنت لو جيت اليوم وشريت أرض من دلال، ولا شريت بيت عن طريق دلال، الدلال ما يضمن لك البيت. دور الدلال أن يقوم بالوساطة، واللي يأخذه كوميشن. هذا المكتب هو وسيط، وإذا طالعت تعريف القانون هو وسيط في عملية التوظيف. فالوسيط ما يعطي ضمان. شلون أنا أضمن لك بيت إنه ما يخر؟ أنا إلا وسيط، أنا ما بنيته. زين؟ فهذه جزئية أولا يجب أن تفهم، أن المكاتب بنص القانون زين للدولة إن هي تضمن لك حقك فيما يتعلق بصلاحية المكتب وما هو مصرح لنا يقوم به. فأنت مثلا إذا دفعت له 1000 دينار عشان يجيب لك خادمة، ثم أخذ 1000 دينار وما جات الخادمة، لك حق. هو قال لك 3 شهور ضمان وصار شيء في 3 شهور، مع أن أنت بيني وبينك يعني من يضمن بني آدم آخر؟ زين، من يضمن تصرفات؟ كيف يضمن شخص تصرفات؟ إذا أنا ما أضمن تصرفات ولدي، بضمن تصرفات خادمة ما شفتها من قبل؟ زين، يعني لازم نكون واقعيين في الموضوع. ولذلك تميت
أربع سنوات خمس سنوات أحاول أن أقنع أن يكون التأمين. يا أخي روح لشركة تأمين زين، مثل ما أنت تأمن السيارة أمن على هذا العقد مع الخادمة، أمن على أن لا تكسر الخادمة العقد المبرم. أنت ما تأمن على الخادمة نفسها، أنت تأمن على أن العقد يتم. يعني أنت ترى موجودة، ممكن أنا أشتري بضاعة من الصين وأؤمن على أن تصل البضاعة إلى البحرين، من لحظة اللي تدخل البحرين تأمين خلاص، فممكن أي شيء يصير في الدرب هي مؤمنة. فنفس الشيء، خذ تأمين دافع 1200 أكثر، خذ تأمين بسبعين دينار إنزين يضمن لك 1200. التصدي اللي الظاهرة لها شقين، في شق حدث خارج إقليم البحرين، خارج قوانين البحرين ما أقدر أسوي فيه شيء إنزين. وللأسف إحنا شعبنا برغبته في جنسيات معينة يساعد على الاستغلال دي. بقول لك ليش، أنت تعلم وأنا أعلم أن هذه الجنسية ممنوع أنها تأتي من بلدها، صح؟ ما يبونها، ما يبون مواطنينهم يشتغلون خدم في هذه المنطقة، صح؟ إذن شلون يوم طالما في واحد هني مستعد يدفع إنزين؟ لا، الوسيط يبدأ في عملية، مو الوسيط اللي في بلدها، مو بالوسيط اللي في البحرين، لازم نكون واضحين. الوسيط اللي في بلدها يبدأ في عملية هي أقرب للتهريب، لأن لو قال لحكومة بلدها أنا بوديها الخليج بيقولون لا، يقول لا أنا بوديها الدولة الفلانية تشتغل، تركب طيارة وتروح الدولة الفلانية عشان من هناك تأتي إليك. زين، اللي خرجت بالخلاف لرغبة بلدها، حماية بلدها مو موفرة، ما حد شيك عقدها هناك، ما حد تأكد أن الوسيط هذه مرخص له، والنكيت والنكيت والنكيت. فبالعكس إحنا لما نصر على بعض الجنسيات زين، سواء جنسيات بلدها مو راضية التي تشتغل، أو أن إحنا ما نبيهم يجون لغرض معين لسبب معين وممكن أناقشه، أو أن يعني في بلدها إجراءات، بلدها موافقة بس في إجراءات شوي معقدة شوي طويلة شوي غالية، يقومون يدخلونها تأشيرة زيارة ولا يودونها بلد أخرى ويجيبونها ولفة. كل هذه يزيد من عملية الاتجار، لأنك أنت تتجنب رقابة الدولة على هذا الإجراء. أنت رحت ودفعت 1200 دينار يبوا لك الخدامة، يات لك الخدامة، ما بنقول لا أنت سيء ولا هي سيئة، أول مرة تسافر من بلدها وهي أم لثلاثة أطفال، قلبها بيتقطع على ولدها، خلاص مو قادرة، ما جربت تبتعد عن أولادها، واليوم اكتشفت أنها هي ما تستحمل، قالت لك أنا برجع بلدي عقب مطاف ستة أشهر مثلا، ما في ضمان، أنت فلوسك طارت إذا رجعتها. أنا شلون يعني، ومن يجيب لي فلوسي وش أسوي؟ زين قاعد اشتغلي لين تدفعين قيمة تذكرتك، شلون أشتري لك تذكرة وانت ما اشتغلتي العقد كامل؟ شلون؟ كل هذه أمور أنت كمواطن لك الحق في أنك تحس بها، ولكن ليس لك الحق قانونا أنك تطالب بها. وإذا أنت فرضت عليها أن تعمل لكي تسدد ولو قيمة التذكرة، بعد مو الفلوس اللي جايبتها، قد مارست العمل الجبري كما عرفه قانون الاتجار بالأشخاص. لاعبين كرة القدم على سبيل المثال، لاعب يوقع عقد مع نادي، خلينا نقول مع نادي أوروبي، خلينا نقول ب 30 مليون دولار،
في شرط جزائي قيمة فسخ العقد. فهو ما يقدر، هو ممكن ما ينبي النادي، بس إذا يريد يفسخ العقد يدفع الشرط الجزائي ويكون أغلى من قيمة العقد. صح. زين هذا وش الفرق بينه وبين هذا النقطة؟ خذ حقك بالقانون، اشتكي عليها في المحكمة. ما لا يجوز فرض العمل على شخص. في المحكمة إنها خلت بعقد العمل. إيه. روح هذه، ما إحنا شقلنا في البداية تعاقد مدني. التعاقد المدني تختص فيه المحكمة المدنية. أنت تروح والطالب، أنت ما بتحصل شيء. خلنا أقول لك، لأن هي ما عندها شيء تعطيك إياه. ولكن إحنا لا يمكن أن لا تزر وازرة وزر أخرى. إنزين، ما يصير أن أنا أشرعا وأبرر للعمل الجبري والسخرة على أساس أنها هي خلت تشتغل عشان تدفع قيمة كذا. إنزين، ولا هي ملزمة بموجب العقد أن، لا هي مو ملزمة أن تعمل إذا لم ترغب في العمل، وأنت لك الحق في المطالبة بالتعويض، هل بتأخذ تعويض أو لا؟ هاي موضوع آخر. ولكن الخلاف بين الأطراف المدنية إنزين مكان المحكمة، وليس مكان أن الأشخاص تعمل بالنادي. إذا قرر اللاعب أن يقول الله أنا بترككم بروح ألعب للنادي الفلاني، إنزين بيلجأ للقضاء بيطالب بالشرط الجزائي اللي تفضلت فيه. ما يقدر يقول له غصبا عن أنفك بتم تلعب عندي، بيلعب بيسجل أقوال على نفسه. أنا اليوم وأعوذ بالله من كلمة أنا، ويعني أحمد الله على ما أنا فيه، أنا الشخص الخليجي الوحيد اللي معروف كخبير في مجال الهجرة غير المنظمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، خبير مسجل في منظمتين من منظمات الأمم المتحدة، و يعني قليل من الناس اللي موجودين اللي عندهم تجربتي. وبالتالي أنا اليوم الاستشارات اللي أقدمها المكتب هذه شغله هو تقديم الاستشارات في هذا المجال للمنظمات المعنية وبعض الدول اللي تبي تطور من منظومتها أو اللي عندها مشكلة تحاول تحلها. فلله الحمد فتحت المكتب من بعد التقاعد بشهرين. أصلاً اللي خلاني أفتح المكتب إن أنا أول ما طلع خبر تقاعدي بدأت تأتيني الاتصالات، فيعني حبيت إن أطر الموضوع شوي وأخلي مكان أستقبل فيه الناس وأشتغل من خلاله. يعني أنت تقبل استشارات في هذا الجانب من البحرين وخارج البحرين؟ من خارج البحرين كدول ومن منظمات الأمم المتحدة. يعني اشتغلت على يعني اشتغلت على مشاكل معينة موجودة في عدة دول، قدمت لهم الاستشارة فيها. وأقول هذه الكلمة لكل شخص أراد أن تكون له بصمة أو يكون له دور أو يحل مشكلة وتخوف قليلا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بس هذه الكلمة الأخيرة عشت بها، اشتغلت بها، تقاعدت بها والحمد لله. أي واحد عنده هدف أو عنده شيء يبي يسويه ويعتقد أن فيه الخير والصلاح فليسويه، ولن يضره من ضل إذا اهتدى، بحسب كلام منزل من سبع سماوات.